لاحظوا معي الشكل الآتي، هو يمثل طبعا اليمين ماذا يمثل؟ تكاثري الأنثوي. نعم، جهاز تكاثري الأنثوي. الجزء الظاهر عندنا أمامنا هذا الأساسي هو أهم جزء طبعا، هن كلها أجزاء مهمة، لكن هذا هو الجزء الرئيسي اللي يسمى الرحم، مو هيك؟ اللي راح يتم فيه احتضان الجنين. على اليمين واليسار هذا الأنبوب يسمى القناة الناقلة للبيوض، وهنا مجسم بيضوي الشكل يسمى المبيض، وهنا يتصل الرحم مع المهبل. لاحظ هذا جزء من الزنار الحوضي، هذا عبارة عن الحوض. إذا أين يتوضع جهاز تكاثر أنثوي؟ في التجويف الحوضي. وهنا لاحظوا هذا التقوس هذا في عظم العاني، عظم العاني، تذكروا معي سنتحدث عنه في مراحل الولادة، هذا يسمى الارتفاق العاني. إذا هنا هذه المنطقة، منطقة خروج الجنين، هنا سوف تتوسع هذه من أجل خروج الجنين، تسمى الارتفاق العاني. على اليسار هذا شكل المبيض، شكل المبيض، لاحظوا أنه شكله متطاول بيضوي قليلا، وهذا القمع، شايف له زوائد يحيط بالمبيض. هذه جريبات، هذه راح نسميها شو؟ جريبات، لها عدة مراحل، وهنا بالنهاية تخرج من الجريب اللي راح نسميه الجريب الناضج، راح تخرج بويضة وتدخل إلى القمع أو الصوان. إذا درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن الجهاز التكاثري الأنثوي. وصلنا في قسم التكاثر الجنسي لدى الإنسان، تعرفنا على الجهاز التكاثري الذكري، سوف نتعرف اليوم على الجهاز التكاثري الأنثوي. مما يتكون هذا الجهاز الأنثوي؟ كيف يقوم المبيض بإنتاج البويضات؟ وما هي الخلية البيضية الثانوية؟ وسأتعرف أيضا على الدورة الجنسية والتغيرات التي تحدث ضمن الدورة الجنسية، وما هي العوامل المؤثرة فيها؟ وأتعرف أيضا على الحاثات الجنسية والعلاقات المتبادلة بين الوطاء والنخامية الأمامية والمبيضين عند الأنثى. هناك بعض المسميات سنتعرف عليها: المبيض، الصوان، الرحم، المهبل، الإباضة، طبعا هذه حادثة، الدورة الجنسية، الجريب، والجسي، الجسم الأصفر. ليتذكر قليلا من درسنا السابق، ما هي مكونات الجهاز التكاثري الذكري؟ من يذكرنا بمكونات الجهاز التكاثري الذكري؟ الخصيتان والقنوات النقل للبيوض والغدد الملحقة. نعم، ممتاز. إذا خصيتان، أقنية ناقلة، والغدد الملحقة. طيب، ما الغدد الملحقة بجهاز التكاثر؟ سلاف، ما هي الغدد الملحقة؟ الحويسلين المنويان المثنى أو الروستات غدتان. الحويسلين المنويان. أستاذ، الحويسلين المنويان والموسع وغدتا كوبر. نعم، أحسنتم، لكن الأفضل برفع الأيدي، أنا أذكر من يريد الإجابة. إذن هذه الغدد الملحقة، ما هي أقسام النطفة البشرية؟ طيب، إسلام، هل تذكرنا بأقسام النطفة؟ أستاذ، تتألف من الرأس وقطع متوسطة وذيل. نعم، اشرح. في الرأس في كان جزء مهم، الجسيم الطرفي. نعم، الجسيم الطرفي. مما ينشأ الجسيم الطرفي؟ ايش مكون الجسيم الطرفي؟ استاذ، جهاز كولجي بيتحول لجسيم طرفي لما بتتميز المنوي الى نطفي. نعم، احسنت احسنت. اذا الجسيم الطرفي هو من حويصلات جهاز جولجي. ما الحاسات الجنسية الذكري؟ ما هي الحاسات؟ آية،
شو الحاسات الجنسية الذكري؟ مريم أستاذ أي آية؟ تفرز الخلايا البينية في الخصية مجموعة من الحاسات الجنسية الذكرية وتدعم مجموعها الاندروجينات وهي التستوستيرون الديهيدروتستوستيرون الاندروسينيديون. نعم أحسنت. الآن أنتقل إلى مكونات الجهاز التكاثري الأنثوي. لاحظوا معي الأقسام الرئيسية وهي طبعا المبيضان. لاحظ إذن هذا مبيض، هاي مبيض يمين ويسار، هاي المبيضان، القناة الناقلة للبيوض وتبدأ بالصوان، الرحم وهو مكان حضن الجنين ويتصل مع المهبل بمنطقة عنق الرحم، منطقة عنق الرحم. طبعا قناة ناقل البيوض تسمى أيضا قناة فالوب. هذه المكونات الرئيسية. يتكون الجهاز التكاثري الأنثوي من المبيضين. المبيضان هما بنيتان أساسيتان في إفراز الحاثات الأنثوية وتشكيل الأعراس الأنثوية. إذن هنا المبيض كمان له وظيفتين، الوظيفة الأولى هي تشكيل الأعراس الأنثوية وهي البويضات، وأيضا إفراز الحاسات الأنثوية. يتألف المبيض من منطقتين، من برا المحيط تدعى القشرة ومن جوا تسمى اللب. إذا منطقتين، خارجية تسمى القشرة وداخلية تسمى اللب. أي المنطقة التي تحوي، أي من هاتين المنطقتين هي التي تحوي على التراكيب المكونة للخلايا البيضية؟ طبعا القشرة هي المنطقة المنتجة للأعراس المؤنثة. لاحظنا أنه عند الذكر كان داخل الأنبوب المنوي هو اللي ينتج الأعراس الذكرية، بينما هنا عند الأنثى المنطقة الخارجية القشرة هي التي تنشئ، هي التي تنشئ الخلايا البيضية عبر طبعا تراكيب تسمى الجريبات، سوف نتعرف عليها أو على بنيتها بعد قليل. القناتين الناقلتين للبيوض، هاتين القناتين ويسميان نفير فالوب، يتصل كل مبيض مع الرحم عن طريق قناة ناقلة للبيوض تسمى أيضا قلنا نفير فالوب، وتكون بشكل أنبوب عضلي مبطن بظهارة مهدبة. طبعا الغرض من الظهارة، قلنا الظهارة هي الخلايا شو؟ الظاهرة البطاني مبطنة من الداخل، هاي مهدبة لها أهداب. هاي الأهداب بتساعد الخلية البيضية أو البيضة الملقحة بعد ما تتلقح، إذا كانت لقحات، بتساعدها في الحركة من القمع باتجاه الرحم. بتتحرك هالأهداب فبتجر معها البويضة إذا كانت مي ملقحة، أو نقول البيضة الملقحة إذا تلقحت. فيها إذن ظهارة مهدبة، خلايا غدية تفرز مادة مخاطية. تتجلى وظيفة الخلايا المهدبة المبطنة للقناة في تحريك الخلية البيضية الثانوية باتجاه الرحم، وتتسع نهاية القناة طبعا القريبة من المبيض لتكون الصوان أو البوق. إذن شفنا البوق شلون له هيك مثل الزوائد، هاي إذن هذا البوق يحيط بالمبيض، إذا من جهة المبيض بتوسع، توسع القناة مشكلة البوق أو الصوان، وتقوم الأهداب الموجودة فيه عن طريق حركتها بالمساعدة على دخول البيضة الثانوية إليه بعد خروجها من المبيض. إذن المبيض عبارة عن سطحه الخارجي هو اللي تخرج منه، إذن البيضة أو الخلية البيضية هنا سوف تخرج من المبيض من قشرته من برا. مين بتلقاها؟ بتلقاها الصوان مباشرة وبيدخلها على القناة الناقلة للبيوض. الرحم طبعا هو عبارة عن جوف عضلي يتألف من ثلاث طبقات، الطبقة الخارجية وتكون مصلية، الطبقة الوسطى عضلية، والطبقة الداخلية هي المخاطية اللي راح ينغرز فيها الجنين، وهي غنية بالأوعية الدموية. ويتميز الرحم
بمرونته خلال تشكل الجنين، لانه الجنين كل ما له شو راح يكبر في مراحل نمو الجنين، راح ينمو الجنين مع تقدم الحمل راح يكبر، وبالتالي راح يتمدد الرحم ويساعد على نمو ايضا الجنين، ويقوم بتأمين حاجات الجنين وتعشيشه. كلمة تعشيش هي انغراز الجنين في بدايات تشكله في البطانة المخاطي. وأيضا يساهم هذا الرحم، مو في طبقة عضلية، هذه العضلات إذا تقلصت، طبعا ما راح تتقلص فترة الحمل، راح نشوف ليش، لكن في نهاية الحمل تبدأ بعمليات التقلص ودفع الجنين من أجل إخراجه، وهذه هي عملية الولادة في نهاية الحمل. هاي الجزء الثالث. أما الجزء الرابع وهو المهبل، هذا المهبل قلنا بينه وبين الرحم في عنق الرحم، المهبل متصل مع الفتحة التناسلية الخارجي الأنثوي، وهو عضو الجماع في الأنثى، عبارة عن أنبوب عضلي مبطن بغشاء مخاطي أيضا. صلة الوصل بينه وبين الرحم قلنا عنق الرحم الضيق، يمر من خلال المهبل سائل الطمث. طبعا سائل الطمث هو عبارة عن إيش؟ الخلية البيضية إذا ما صار فيه إلقاح راح تخرج هي وجزء من غشاء المخاطي المبطن لجدار الرحم راح ينسلخ، مع وهو بالأصل فيه أوعية دموية فبيتمزق وبيخرج منه دم، بيطلع معه شو دم، هذا الدم يدعى مع الأخلاط الثاني يدعى سائل الطمث. هذه طبعا ضمن فترة تسمى الدورة الشهرية كل 28 يوم. وأيضا إذا المهبل هو عضو الجماع، مكان خروج الطمث عبره يخرج الدم، وأيضا خروج الجنين إذا كان في حمل، فالجنين ما عنده غير طريق المهبل اللي راح يمر من خلاله في الولادة الطبيعي طبعاً.